كيفية العدد للحجاج؟ هناك بروتوكولات صارمة لخطة تنفيذ محكمة لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حدثنا عن سيرها وأيضا عن الجهات المشاركة مع وزارة الحج في تنفيذ هذه الخطة. طبعا عملية الحج كلها بدأت بالاحترازات الصحية التي تضمن حفظ النفس البشرية، وأن يتمكن من سيقوم بالحج ويكتب له الله الحج أن يتمكن من أداء هذه الفريضة في صحة وسلامة دون أن يعرض نفسه أو يعرض غيره لمخاطر هذه الجائحة أو العدوى. حقيقة قامت وزارة الصحة مشغولة بتحديد البروتوكولات الصحية الواجب توفرها سواء في النقل أو في السكن أو في الأكل أو في المسجد الحرام أو في جميع الأماكن التي يمر بها الحاج، وتبدأ هذه حتى من منزله، ماذا يجب عليه من يرغب في الحج، ماذا يجب أن يقوم به قبل أن يأتي إلى مكة المكرمة. وضعت هذه البروتوكولات، ويعني تم تحديد 70% من أعداد من سيقومون بالحج من المواطنين من جميع الجنسيات في المملكة المقيمين في المملكة العربية السعودية، و30% للمواطنين. وتم أيضا يعني تغليب الاحترازات الأمنية والصحية في عملية الاختيار وفي عملية التحديد، بحيث يكون الحجاج من المواطنين هم ممن لن يعرضوا أنفسهم أو الحجاج الآخرين لنقل العدوى، حيث أنهم من الحجاج الذين يعني حقيقة كانوا أبطال الصحة وساهموا في العمل في غرف الإنعاش وفي الطوارئ وفي خدمة المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، وأصيبوا بهذا الفيروس خلال الفترة الماضية وتم ولله الحمد شفاءهم، فهم يعني يعتبروا من الآمنين الذين لا تنتقل أو تنقل منهم العدوى. وكذلك من رجال الأمن، الكل يعرف أن احنا مرينا بفترة حظر، و يعني كان صح التعبير منع للتجول في فترات حفاظا على صحة سكان المملكة العربية السعودية وصحة المواطنين والمقيمين، وكان رجال الأمن هم الرجال المتواجدين في الميدان، أصيب منهم أيضا أعداد من جميع الجهات العسكرية وانتقلت إليهم العدوى، وتم اختيار من تم يعني ولله الحمد شفاءهم، اختيار منهم ليكملوا بقية 30%. أما اختيار 70% فكان طبعا فتح المجال أمام جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات، وتقدم للتسجيل عبر البوابة خاصة على الإنترنت، وطبعا سجلوا أكثر من 160 جنسية، وتم اختيار الأعداد التي تنطبق عليهم الشروط والبروتوكولات الصحية. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من على الجميع الآن في هذا اليوم الوقوف في مشعر عرفات، ونسأل الله لهم السلامة إن شاء الله وإكمال مناسك الحج بكل يسر وسهولة.